أنا معايا أخونا طالب صاحب مطعم صناك الخليل. في البداية تنشكروك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وبغينا الجمهور الكريم يعرف كيفاش طاحت عليك هذه الفكرة ديال أنك تدير مشروع وتعتمد على نفسك، حيت تبان أنت تبارك الله باقي شاب. خويا الميطر كنشكروك حيت جيتي عندنا ومرحبا بك أنت سي يونس، مرحبا بكم. المهم أنا من الصغر ديالي أنا بغيت ندير مشروع ديالي بوحدي، فهمتي؟ أزيان نخدم بوحدي، نخدم ليبر، أنا كنحب الدومين ديال الماكلة، كنبدع فيه الحمد لله. والناس قال لك ياكلوا عندي، مرحبا عندي كليان أنا في محاميد، الحمد لله بخير وعلى خير. وجاتك الفكره على انه تستقر هنا في المحاميد ودير هذا المشروع الخاص بي؟ ندير هذا المشروع الخاص بي ان شاء الله، نطلب الله التيسير. ومرحبا بكم اللي بيجي، مرحبا اللي عنده جميع كل شيء ياكل بيتزا ب 8 دراهم. كيفاش هذه البيتزا ديال 8 درهم؟ استغربت انا هذه البيتزا ديال 8 درهم. حنا بين الربح قليل، بين الناس يجيو ياكل كل شيء، ياكل البيتزا اللي عنده واللي ما عندوش ياكل البيتزا، وبيتزا زوينه الحمد لله، اي واحد كلاها كياخذ من 4-5-6. اللهم الناس عائله كثيره عندهم 10 دراري ولا 8، اللهم ياخذ لهم بيتزا ب 8 درهم، وكل شيء ناشط وكل شيء بخير وكل شيء واكل، كل شيء بخير، كل شيء بخير. تبان لي على انه هذه البيتزا هذه تبارك الله بحال قلتي داك الربح تفرقوا انت مع الكليان. باي شويه احنا فيها 2 دراهم درهم، الله يجعل شي بركه، ما احنا ما كشناش كبيره الحمد لله، احنا بين الناس كل شيء ياكل. واش كاينه بيتزا ديال 8 درهم ولكن انواع اخرى ديال البيتزا؟ لا كاين انواع، كلشي كاين، كاينه مارغريتا، كاينه ديال الطون، كاينه فرويد مير، كلشي كاين الحمد لله. والاثمنه بالنسبه للاثمنه، اثمنه مناسبه. احسن ثمن كاين في السوق هو الثمن ديالنا حنا، واحسن برودوي كاين في السوق. وبالنسبه للبيتزا ديال فرويد مير شحال ديال الثمن ديالها؟ الثمن ديالها 23 درهم والكبيره 35. وبالنسبه ديال الكفته؟ ديال الكفته 18، الصغيره والكبيره 30 درهم. والرويال؟ الرويال 20-45. داكشي اثمنه مناسبه. وطاكوس 300 درهم. وبالنسبه للطاكوس، الطاكوس تاو تبارك الله 15 درهم. 15 درهم طاكوس، واحسن طاكوس نتحدى اي واحد عنده صناك مرحبا به يذوق ردنا الخضر. لا تبارك الله داكشي والله الا من غمو معكرت داكشي، كيف تنقول لهم معكرت صحه وراحه. وبالنسبه للوقت، التوقيت ديال العمل؟ التوقيت ديال العمل من 12 حتى ل 2 د الليل. من 12 رسمي من 12 ما كتسدوش ايام العطله ولا شي حاجه، ديما نتوما ديما خدامين ديما موجودين الحمد لله. ودار لي فريزور غراتويت، انسان في النبي محاميد كلشي غراتويت. بالنسبه اللي بغى شي حاجه ديال لي توصل دابا للدار غراتويت، وخارج المحاميد، خارج المحاميد 10 درهم في كومون، 10 درهم. وبالنسبه للبيتزا ديال 8 درهم اللي بغاها امبورتي بشحال تاتبغى؟ امبورتي 10 درهم 10 درهم ما هي فيها ربح قليل، فهمتيني؟ فيها ربح قليل، كرتونه كطيح لنا ب 30 ريال كنديروا 10 درهم امبورتي. وبالنسبه للعصائر؟ العصائر اخويا كتبدا من 6 درهم، باناشي ب 6 درهم، 6 درهم اثمنه مناسبه. باناشي بالحليب ولا بالليمون؟ باش ما بيتي مرحبا ب 6 درهم، بالليمون وبالحليب 6 درهم. بالليمون وبالحليب ب 6 درهم، حنا بينا هي البركه، حنا راه نلعبوا على الثمن قليل وعندنا الربح وكلشي ياكل. كلشي ياكل، اللي عنده ما عندوش مرحبا به، اللي ما عندوش ياكل فابور. الله يحفظك. وبالنسبه للعنوان، الناس اللي بغاوك يجيو عندك لهنا للصناك ديالك فين تتواجد؟ شارع الخليل معروف، كتوصل راه ديما كتدور هذيك اليمن، شارع الخليل. حدا مسجد؟ حدا مسجد الشكيلي. مسجد الشكيلي في المحاميد. في المحاميد. نطالب بينك تقول واحد الكلمة أخيرة لمحبي ومتابعي أكرة المطر اللي تيشاهدوك من وراء الكاميرا. أخويا الكلمة الأخيرة، أخويا مرحبا بالمتابعين ديالك، المتابعين ديالكم المتابعين ديالنا، مرحبا بهم اللي شاف الفيديو، مرحبا به المحل. خصو لي فريزو مرحبا بي نديوها ليه، اللي ما عندوش فلوس نديو ليه. هادشي اللي كاين، انت ما عندكش فلوس نديو ليك اخويا لي فريزو، مرحبا. هذا هو جهدنا عليكم وهادشي اللي كاين. وتنشكر اخونا طالب، شاب طموح مكافح، بدا من الصفر، الله يسهل عليه والله يسهل على كل واحد، وما عندي شي ما نقول. وتحياتي لكم، الله يخلي نظره زينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.